ورحمة الله، أهلا وسهلا بحضراتكم في المقدمة عن كروس ريف في حلقة نقاش أونلاين، حلقة نقاش الأونلاين الأولى اللي بنقدمها النهاردة بالتعاون مع مؤسسة كروس ريف. في البداية حابب أوضح أن حلقة النقاش الأولى اللي احنا بنقدمها النهاردة دي هي الحلقة الأولى في سلسلة من حلقات إن شاء الله احنا ناويين نقدمها بالتعاون مع كروس ريف، هتتضمن الحلقات القادمة إن شاء الله تفاصيل أكثر عن كل الخدمات اللي بتقدمها المؤسسة بالتفصيل، مع شرح تفصيلي لكيفية استخدام الخدمة وكيفية الاشتراك فيها، وأيضا نشوف لو في أي مشاكل تقنية أو فنية ممكن تواجه المستخدمين لهذه الخدمة، فإن شاء الله هنقدم برضو الدعم اللازم من خلالها. وإن شاء الله هنبدأ في خلال دقيقة أو دقيقتين في الويبينار الأول لنا إن شاء الله، أو في حلقة النقاش الأولى اللي احنا بنقدمها. في البداية أحب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي محمد مصطفى، بعمل في شركة نولوجي إي ومقرها دبي دولة الإمارات العربية المتحدة. مجالات الخبرة بتاعتي بتتوسع ما بين الوصول الحر أو بالعربي الوصول الحر أو باللغة الإنجليزية الأوبن أكسس، ما بين أيضا مجالات النشر الأكاديمي وأخلاقيات النشر العلمي بالإضافة إلى حقوق الملكية الفكرية للأبحاث. العمل الحالي في شركة نولوجي إي مرتبط بمجالات النشر أو النشر العلمي، وأيضا لدي بعض الخبرات السابقة في شركة هنداوي للنشر بجمهورية مصر العربية، ودي تفاصيل الاتصال بي الإيميل أو لينكدإن أو تويتر لو في أي حد عنده أي استفسار إن شاء الله عن الحلقة. وإن شاء الله نبدأ في خلال دقيقة من الآن في حلقة النقاش الأولى. طبعا أحب أوضح في البداية برضو أن الويبينار أو حلقة النقاش الأونلاين تحت رعاية برنامج كروس ريف أمباسادور بروجرام أو برنامج السفراء التابع لمؤسسة كروس ريف اللي تم إطلاقه في عام 2018، وأنا فخور أن أنا أكون جزء من هذا البرنامج ومسؤول عن تغطية المنطقة العربية. بإذن الله هنبدأ ننتقل دلوقتي للسلايدز اللي موجودة معانا أو الشرائح. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في البداية الأيتمز أو النقاط اللي احنا هنستعرضها النهاردة، هيكون في عندنا مقدمة عن مؤسسة كروس ريف، هنتكلم عن تاريخ المؤسسة والرسالة الخاصة بها اللي بتأديها بالإضافة إلى أعضاء كروس ريف، أيضا هنتكلم عن الخدمات المختلفة اللي بتطرحها المؤسسة لشركات النشر والممولين ومختلف أطياف البحث العلمي. أيضا هنتكلم عن التطورات القادمة أو الخدمات الجديدة اللي بيعكوا في التيم الآن عليها، وفي السكشن الأخير أو القسم الأخير حبيت أزود قسم خاص بالروابط المفيدة، هو مجموعة من الروابط المفيدة لكم، بخصوصا أن احنا بنقدم الويبينار ده لأول مرة، فدي مجموعة من الروابط اللي ممكن تستخدموها وتطلعوا عليها. الروابط دي مرتبطة مباشرة بموقع كروس ريف اللي ممكن تلاقوا في عليها معلومات تفصيلية أكثر. وفي النهاية طبعا شكرا جزيلا لكم. في البداية نبدأ بالرسالة المبسطة دي، إن كروس ريف أهمية هي مؤسسة غير هادفة للربح، الغرض الأساسي منها هو تحسين الاتصال والتواصل بين الباحثين. فالمؤسسة بتعمل على التقارب بين المجتمع العلمي عن طريق ان هي بتسخر كل التكنولوجيا، احدث وسائل التكنولوجيا واستخدام افضل بيانات وصفيه او بيانات تحتيه للميتا داتا اليمنت. الغرض النهائي ان احنا نتيح بنيه تحتيه سليمه تسهل في النهايه الوصول للابحاث العلميه او وضع المحتوى العلمي في السياق الصحيح لي. الامر فعلا ممكن يبدو بسيط ولكنه في الحقيقه امر معقد. بعض الحقائق اللي احنا بنؤمن فيها في كروس ريف ان انت ممكن الفرد له أهمية والمجموعة ايضا له أهمية، ان الحقيقة الثانية ان اي عضو في مؤسسة كروس ريف بيكون له صوت انتخابي او مؤثر او فعال في انتخاب البورد او المجلس المؤسس للمجموعة او للمؤسسة. طبعا بنؤمن ان العمل الجماعي ده شيء مهم جدا واحد الركائز الأساسية اللي بتقوم عليها المجموعة. بنؤمن أيضا أن التكنولوجيا شيء مهم جدا لدفع الموضوع إلى الأمام. في النهاية أيضا إن كل الحاجات اللي احنا بنسعى عليها أو التكنولوجيا أو الخدمات اللي احنا بنسعى نقدمها هي كلها من إن احنا نطور المستقبل الخاص بعملية الأبحاث ومنظومة البحث العلمي بشكل عام. لو هنبص نظرة عامة على مؤسسة كروس ريف، يوجد حوالي أكثر من 9500
عضو في المؤسسة حتى الآن، ومستودع البيانات الوصفية الخاصة أو الميتا ديتا الخاصة بالمؤسسة بيحتوي على أكثر من 94 مليون عنصر لمحتوى نشر أكاديمي مختلف. الشركة أو كروسليف بدأت أو اتعرفت أكثر في البداية عن طريق المعرفات الرقمية أو اللي احنا بنسميها Digital Object Identifier أو DOI. دي كانت مجرد البداية أو الانطلاق للشركة، بس حاليا الشركة بتقدم مجموعة من الخدمات الواسعة اللي بتضمن تسجيل وتسهيل التواصل وربط الأبحاث المختلفة. فدي مجرد نظرة عامة عن الشركة. لو أخذنا الموضوع من منظور آخر ونشوف أيضا مين المستخدمين لخدمات كروس ريف، هنلاقي إن في طيف واسع جدا من المنظومة العلمية ممكن يستخدم كروس ريف، على رأس طبعا الموضوع ده الناشرين، وبالإضافة إلى شركة خدمات النشر، شركات خدمات النشر أيضا بالنسبة للمؤسسات أو جهات تمويل الأبحاث. أيضا عندنا المؤسسات المرتبطة بالأرشيف والسجلات والمستودعات. في أيضا قواعد البيانات ومكاتب براءات الاختراع. فزي ما احنا شايفين في أكثر من 20 أو 25 طيف مختلف أو شركة مختلفة بيستخدموا خدمات كورسريف. بالنسبة أيضا لنوع المحتوى اللي ممكن كورسريف يدعمه أو يقدم له خدمات، بيتنوع أيضا بشكل كبير ما بين دوريات علمية أو مجلات علمية، ما بين أوراق العمل نفسها والأبحاث، ما بين الرسائل العلمية، ما بين أيضا قواعد البيانات، ما بين أنظمة مراجعة الأقران أو النظراء اللي احنا بنسميها باللغة الإنجليزية البير ريفيو، ما بين وقائع المؤتمرات أو الكونفرنس بروسيدينج. فكل ده مجموعة أو مجموعة مختلفة من المحتوى اللي ممكن كروسريف تدعمه وتوفر له الدعم المختلف. أيضا الشكل البياني أو المنحنى اللي قدامنا ده بيمثل أعضاء كروسريف والتنوع الموجود في أعضاء كروسريف. الشكل بيمثل أعضاء كروسريف ما بين عام يناير 2016 إلى 31 ديسمبر 2017. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين ممكن نلاحظ تنوع كبير جدا من الأعضاء من مختلف المناطق الموجودة في العالم، بس جزء كبير دلوقتي بيجي من آسيا، وأيضا عندنا منطقة الشرق الأوسط ممثلة ومنطقة أمريكا اللاتينية، بالإضافة طبعا إلى أوروبا الشرقية والغربية. نتيجة لهذا التنوع الكبير طرح كروس ريف في بداية عام 2018 برنامج السفراء أو الأمباسدور بروجرام لتغطية أو لتوفير بعض الدعم، لأن الشركة حاليا مقرها الأساسي في الولايات المتحدة بالإضافة إلى مكتب رئيسي آخر في المملكة المتحدة. فكان أهمية هذا البرنامج إن هو يساعد الوصول إلى كل هؤلاء الأعضاء أو برنامج السفراء في كل منطقة بلغتهم وبتوقيتاتهم الزمنية المختلفة. هنبدأ ندخل في الموضوع الأساسي اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، اللي هو نظرة عامة على مؤسسة كروسريف، وش أحد أهم الأشياء اللي هنستعرضها اليوم اللي هي الخدمات اللي بتقدمها المؤسسة. طبعا أحد أهم الوسائل الأساسية أو الروابط الأساسية هي خدمة ربط المراجع أو الريفرنس لينكينج. كل بحث أو كل مقالة أكاديمية بيتم نشرها بيكون في رابط استشارات أو ملف استشارات متكامل موجود داخل كل مقالة. كروسريف الناشر في الأغلب لما بيجي ينشر الأبحاث ويتم إيداعها في ملفات كروسريف، بتحتوي أيضا على قائمة المراجع أو الريفرنس ليست الخاصة بهذه المقالة. فلك أن تتخيل أن كروسريف بيقوم بتجميع كل هذه القوائم الاستشارات مع بعضها، وبنسخها في شكل خدمة اسمها استشهر بواسطة أو اقتبس بواسطة، وبتمكن كل ناشر إن هو يقدر يعرف عدد الاستشهادات أو الاقتباسات اللي حصلت عليها هذه المقالة، عدد الاقتباسات أو الاستشهادات التي حصلت عليها هذه المجلة، وتمكن أيضا الناشر من مدى قياس عدد الاستشهادات التي تحصل عليه الدورية الخاصة به. دي طبعا صورة بتاخدها من أحد الدوريات وبتمثل خدمة اقتبس بواسطة أو استشهر بواسطة. فممكن تشوف رابط للمقالة، وبعد كده تحت موجود المقالات اللي تم استشهادها أو اقتبست من هذه المقالة. فدي خدمة مهمة جدا نقدمها. أيضا في خدمة أخرى مرتبطة بالفاندنج ديتا أو بيانات التمويل. أيضا خلال عملية تجميع البيانات الوصفية أو الميتا ديتا إليمنت،
بنقوم كروس ريف في حالة إن الناشر وفر معلومات عن الجهة الممولة للأبحاث في خلال البيانات اللي بيقوم بإيداعها عن كروس ريف، فبيقوم كروس ريف بعمل قاعدة بيانات كبيرة جدا حاليا تحتوي على أكثر من 15,427 جهة ممولة مرتبطين تماما بأكثر من 1.5 مليون عمل بحثي قامت هذه الجهات بتمويلها. فده شيء مهم جدا بالنسبة لكل الناشرين في المنطقة العربية إن هم يضيفوا الفاندر اي دي ويضيفوا هذه المعلومات للميتا ديتا أو للبيانات الوصفية الخاصة بهم عند إيداعها في مستودعات كروس ريف، لأن ده شيء مهم جدا ومفيد جدا. أحد أيضا الخدمات الأساسية المقدمة من كروس ريف هي خدمة تشيك فور أبديت أو كروس مارك. كروس مارك هي خدمة بتمكن الباحثين أو القراء للأبحاث العلمية من التحقق إذا ما كانت الخدمة المقدمة أو المقالة التي يطلع عليها الآن هي أحدث وآخر نسخة منشورة أم لا. كل ده عن طريق الضغط على الزر الموجود تشيك فور أبديتس أو البوتون ده، عن طريق الضغط يكون في احتمالين. الاحتمال الاول ان تظهر الشاشه اللي ظاهره امام حضراتكم بالعلامه الاخضر والكروس مارك الصح، فده معناه ان هذه الارتكل هي اخر نسخه من حاليه موجوده او متاحه، او لا يوجد اي تحديثات او تعديلات من قبل هذا الناشر على هذه النسخه. ممكن في حاله اخرى لو ضغطت على تشيك فور ابديتس وعملت التحقق من الابديتس يظهر لك هذه النافذة اللي بتقول لك في تصحيحات أو تعديلات متاحة لهذه المقالة. طبعا بنشجع كل الباحثين في المنطقة العربية أن هم يبدأوا يستخدموا كروس مارك سيرفيس أو خدمة كروس مارك في كل المجلات أو الدوريات الخاصة بهم. يعني حاليا حوالي 550 أكثر من 550 ناشر حول العالم بيستخدم السيرفيس دي أو هذه الخدمة. أكثر من 2000 مقالة تم تعديلها أو حصل لها retractions أو تحديث، تم اكتشاف التحديث عن طريق خدمة كروس مارك. فهي خدمة مفيدة جدا، ومن المهم جدا أنه كل الدور النشر في المنطقة العربية الخاصة بنا يبدأوا يضيفوا هذه الخدمة إلى سجلاتهم. أيضا أحد الخدمات أو الأشياء المهمة جدا هي خدمة فحص التشابه أو similarity check. هذه الخدمة مهمة جدا ومفيدة جدا للأعضاء وأعضاء وبالذات الناشرين في الناشرين المتعاونين مع كروس ريف. تمكن هذه الخدمة الناشر من التحقق في حالة استلامه new submissions أو لملفات جديدة أو أبحاث جديدة للنشر، يمكن أن يتحقق من موضوع السرقات الأدبية أو نسبة التشابه ما بين البحث الجديد الذي استلمه الناشر وبين الأبحاث المنشورة مسبقاً. الغرض الأساسي هو التحقق أن المحتوى الذي ينشر أو المحتوى الجديد الذي ينشر هو محتوى جديد تماماً غير محتوي على موضوع السرقات الأدبية، تجنب أي موضوع خاص بالسرقات الأدبية. طبعاً في البداية نحب نأكد أن هذه الخدمة تقدم بالتعاون مع قاعدة بيانات كبيرة اسمها تورنتين اللي بتستخدم تكنولوجيا اسمها Authenticate Technology. التكنولوجيا دي بتقدم الخدمة أو النافذة أو البرنامج اللي تقدر من خلاله ترفع البحث الخاص بيك وتحقق إذا ما كان هذا البحث تم الحصول أو تم موضوع سرقة نسخة من سرقة أو تشابه أو ما مدى دقة أو جودة التشابه ما بين هذا البحث الجديد الذي أرسل إلي كناشر وبين الأبحاث المنشورة على الإنترنت مسبقا. أيضا أحد المميزات الرئيسية لهذه الخدمة خدمة السيميلاريتي تشيك أو فحص التشابه إن هي تمنع الأبحاث التي يقوم الناشر بفحصها من سرقتها في المستقبل، لأنه يتم إيداعها أيضا في قاعدة بيانات Authenticate. فبالتالي في المستقبل في حالة أي باحث هيقوم بسرقة كده، فبيظهر للناشر اللي بيقوم بالسيميلاريتي تشيك أن هذا البحث تم إيداعه مسبقا، فأيضا بتقوم بمنع عملية السرقات الأدبية. دي صور مأخوذة من النافذة أو التكنولوجيا الخاصة بأيثنتيكيت. وطبعا إن شاء الله في حلقات نقاش أونلاين لاحقة نتطرق لهذا الموضوع بقدر أكثر من التفاصيل والخصوصية. القسم الثاني إن شاء الله اللي هنتكلم عنه النهاردة عشان الوقت ضيق جدا، التطورات الجديدة أو الخدمات الجديدة اللي يعكف عليها الآن
فريق العمل طبعا في خدمة كبيرة أو مهمة جدا كروس ريف ايفنت داتا، اللي هي بتوفر بيانات متنوعة أو بتسجل أي نشاط تم رصده على الويب أو على شبكة الإنترنت مرتبط بمحتوى إنترنت معين. طبعا بشكل مبسط لهذه الخدمة، حضرتكم عارفين إن المقالات دلوقتي مش مجرد بس إن الاستشهادات أو الاقتباسات أصبحت محددة أو مرتبطة فقط بقوائم أو بالمراجع الموجودة في مقالات أخرى، ولكن الموضوع تشعب وتضمن أيضا وسائل التواصل الاجتماعي زي تويتر، بقى في منشنز على تويتر، بقى في استشهاد أو اقتباس على تويتر، بقى في أيضا المدونات الإلكترونية فيها قوائم الاستشهادات والمراجع، بقى أيضا عندنا صفحات ويكيبيديا. لو حضرتك بتتشك أو بتتحقق من أي صفحة على ويكيبيديا، دائما في النهاية في قائمة من المراجع في البيانات الضخمة أو البيانات الكبيرة أيضاً زي الداتا سيتس. فالخدمة الجديدة اللي تحت التطوير الآن بتستقي بياناتها من فروع أو مصادر مختلفة، على رأسها طبعاً قائمة المراجع التي يتم إيداعها في قاعدة بيانات كروس ريف، بالإضافة إلى كل الاقتباسات القادمة من تويتر، بالإضافة أيضا إلى كل الاقتباسات القادمة من مدونات ووردبريس، بالإضافة إلى ويكيبيديا وداتا سايت ريفرنس. كل دي بتقدم في النهاية لمجموعة واسعة من الأطياف. الخدمة هتكون متاحة لمجموعة واسعة من أطياف المجتمع الأكاديمي والبحثي زي الممولين، في الحالة دي يقدروا يستخدموها لقياس مدى تأثير ونتائج الأبحاث اللي هم بيمولوها. أيضا الناشرين يقدروا يحللوا كل البيانات دي في قياس جودة الأبحاث اللي يتم نشرها، وبالنسبة للباحث أيضا يقدر يتحقق من جودة المحتوى اللي هو بينشره وتأثيره ومدى التأثير وكمية الاقتباسات والاستشهادات في وسائط متعددة ومختلفة، مش مجرد فقط الموضوع أصبح محصور على قوائم الريفرنس أو المراجع في أبحاث مختلفة، بل توسع ليشمل أشياء أخرى. أيضا أحد الأشياء أو الخدمات التي تم طرحها بالفعل هي خدمة تقارير المشاركة أو Participation Report على الموقع أو الرابط الموجود أمام حضراتكم، واللي بنصح حضراتكم أنكم تتحققوا منها أو تستخدموها. طبعا بيقدم عنوان هذه الخدمة وما مدى جودة بياناتك الوصفية أو بياناتك التحتية الميتا ديتا إليمنت، هي عبارة عن نافذة بيقوم الناشر، شجع كل الناشرين في منطقتنا العربية أنهم يستخدموا ويعملوا هذا الاختبار أو هذا التست لمدى جودة بياناتهم، اللي بيتنوع في الآخر بيظهر لك نافذة بتتيح ليك معلومات مختلفة عن مدى جودة بياناتك الوصفية اللي أنت بتقدمها، بتتنوع ما بين الأبستراكت أو الملخصات، ما بين معلومات عن الممولين، ما بين أوركيد أي ديز، ما بين سيميلاريتي تشيك. وإن شاء الله في الحلقات النقاش القادمة هنتطرق بشكل أكثر تفصيلا لها. أيضا في أحد الخدمات القريبة أو اللي تطلق قريبا إن شاء الله هي ميتا ديتا مانجر أو مدير البيانات الوصفية، هي عبارة عن الصفحة الخاصة اللي بيستخدمها الناشرين لإيداع أو لتخزين ملفاتهم الوصفية، فبس هيتم عمل ريفورمات أو تحديث كامل هذه الصفحة بحيث أنها تديح معلومات أكثر. هننتقل دلوقتي للقسم الأخير لأن طبعاً الوقت أصبح ضيق جداً، هو قسم الخاص بالروابط المفيدة. أنصح حضراتكم كلكم تطلعوا عليها وتزوروها. عندنا في crossref.org/services هو عبارة عن تلاقي شرح مفصل من موقع كروسريف لكل الخدمات اللي بيقدمها، إزاي تقدر تشترك في هذه الخدمة، أهمية هذه الخدمة، معلومات عن الخدمة، فرابط مهم جداً. أيضاً في رابط crossref.org/FAQs هو رابط الأسئلة الأكثر شيوعا، عبارة عن أسئلة وأجوبة عن خدمات كروس ريف وعن أسئلة عن خدمات كروس ريف المختلفة. أيضا كروس ريف .org/brand وعبارة عن مرجع ليك لو أنت بتستخدم أي خدمة من هذه الخدمات، ممكن تستخدم الشعار أو اللوجو الخاص بهذه الخدمة، فده شيء مفيد جدا. أيضا في crossref.org/webinar، وأعتقد إن شاء الله أن الحلقة النقاش أو الويبينار بتاعنا باللغة العربية يكون متاح أيضا على هذه الصفحة، بالإضافة إلى صفحة اليوتيوب الخاصة بالمؤسسة، وإحنا ترجمنا crossref in Arabic أو crossref باللغة العربية، هو متاح الآن للجميع يقدروا يطلعوا عليه. أيضا عندنا مدونة crossref أو crossref.org/blog تقدر تطلع عليها، بيكون فيها دائما أحدث الأبحاث أو أحدث التطورات اللي التيم بيشتغل عليها أو فريق العمل شغال عليها أو الخدمات الجديدة اللي هيتم نشرها.
في نهاية حلقة النقاش الأولى حابب أشكركم جدا على التعاون وعلى الحضور وعلى التسجيل. ولو في أي أسئلة أحب لو ممكن تكتبوها أو في التشات بوكس تحت أمركم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. طبعا في مجموعة من الأسئلة، دكتور البروفيسور عبد الله الخطيب بيسأل إيه النصائح اللي ممكن نوجهها للحصول على citations أو اقتباسات، عدد أكبر من الاقتباسات. طبعا دكتور عبد الله يعني ده موضوع كبير جدا متشعب، بس من وجهة نظر أو ممكن أدوات بروسلف، النصيحة الأولى هي عند إيداع الميتا ديتا فايلز أو الميتا ديتا إليمنتس الخاصة بالمجلة أو الدورية اللي حضرتك بتنشرها، فأشجع أن حضرتك تستخدم أو تودع كل التفاصيل من بيانات النشر والوصول. ولو في أي معلومات خاصة بالفاندينج ايديز أو الفاندرز ايديز ياريت ترفقها أيضا، لأن ده مهم جدا ومفيد جدا في الحصول أو في مساعدة اكتشاف الملفات الخاصة بيك. إنما بالنسبة للحصول على عدد أكبر من الاقتباسات فده موضوع مختلف أو متشعب، يتوقع أن أنت على مدى مثلا انتشار أو الخدمات الاندكسينج المرتبطة بالمقالة أو بالمجلة أو الدورية الخاصة بيك. في استفسار آخر من أخي اسمه عبد الله، كيفية تفعيل الاستقلال. أنا مش يعني ياريت لو عبد الله لو تكتب الكلمة مرة أخرى، كيفية تفعيل الاستقلال الإلكتروني. يعني لو أنت بتتكلم على خدمة الدو آي فدي خدمة أساسية أو دي أول أو أحد الخدمات الأولى اللي بدأ بها كروسريف، اللي هو إيداع محددات رقمية أو Digital Object Identifier لكل مجموعة أو لكل مقالة. فدي خدمة أساسية ولسه متاحة على الموقع، والتفاصيل كلها موجودة على الموقع. وزي ما قلت في المقدمة إن الويبينار الأولاني أو حلقة النقاش الأولى هي مجرد حلقة من سلسلة حلقات إن شاء الله هنستعرض من خلالها كل التفاصيل المختلفة عن خدمات كروسريف، فبالتالي هنقدر نستكشف كل خدمة أو كل خدمة بتقدمها المؤسسة بالتفصيل من حيث الجانب التقني أو الجانب الفني، وأيضا كيفية الاشتراك والاستفادة من هذه الخدمة. في سؤال آخر من أستاذ محمد، إيه الفرق ما بين Ternitin and Authenticate and which one is better؟ أعتقد أن قاعدة Ternitin هي قاعدة البيانات الأساسية، Authenticate هي التكنولوجيا التي تستخدمها قاعدة البيانات، فما فيش أي اختلاف. يعني Ternitin and Authenticate هم قاعدة بيانات واحدة اسمها Ternitin بتقوم باستخدام Authenticate تكنولوجي. أنت لو ذهبت أستاذ محمد لموقع كروسريف واخترت كروسريف Similarity Check، فأنت في الحالة دي تقدر تستخدم قاعدة البيانات اللي هي اسمها Ternitin عن طريق Authenticate تكنولوجي. فهم كلهم مجرد ان حضرتك تشترك في الخدمة تقدر تستخدم قاعدة بيانات Ternitin. طبعا في سؤال عن الـ Open Journal System، وهل هو بيسبورت الدو ايز ولا لا؟ طبعا بيسبورت، وهو كافي ان انت تقدر تستخدم او بعد مجموعة من الاشياء التكنيكال او الفنية ممكن تقدر تستخدمه ان انت تأساين معرفات او محددات الكترونية لكل ابحاثك واعمالك البحثية. فالاوبن جورنال سيستم يقدر مفيد جدا، واوريدي الانتجريشن ده موجود فيه او التكامل ده موجود فيه ما بينه وما بين كروسريف. بالنسبة للاستفسار الاستاذ عماد، Authenticate هي مش خدمة فري من كروسريف، هي بتحتاج اشتراك آخر بس حوالي $55 في السنة للاشتراك، وكل التفاصيل أو البيانات موجودة طبعا على موقع كروسريف. لو في حالة أن حضرتك دكتورة مها بتسأل عندها أكتر من مجلة، هي إزاي ممكن تسجل في كروسريف، فممكن حضرتك بتروحي الى موقع كروسريف في سيكشن او قسم خاص اسمه ابلاي، فممكن حضرتك تبدأي تملي البيانات او تملي الداتا الخاصة بيها، وفي الحالة دي حضرتك ممكن تقدمي للمجلة بتاعتك وتستفيدي من كل خدمات كروسريف. دكتور خالد العادي بيسأل
هو عنده أكتر من مجلة، فهل كل مجلة مطلوب إن هو يسجل بحساب ليها أو في حساب واحد أو حساب ناشر واحد؟ لا يا دكتور خالد، حضرتك ممكن تسجل، دكتور عبد الله ممكن تسجل حساب واحد للناشر اللي هو الخاص بحضرتك، وتحت هذا الحساب الخاص بالناشر ممكن ترفق عدد لا نهائي من المجلات. طبعا في ابديت من الزملاء فلسه بخصوص المصاريف الخاصه بسيرفيس ايثنتيكيت، هي انوال في بيل بتدفع بيتم دفعها لمؤسسه كروسرف، وهي عباره عن 20% من الانوال ممبرشيب في اللي الناشر بيدفعها لمؤسسه كروسرف، ويتم ايضا تخليلها في حاله ان المصاريف بيتم دفعها مباشره لقاعده بيانات سنتين. فده توضيح او ابديت بخصوص كروس سيميوليتد تشيك فيز ابلكيشن فيز، وكل المعلومات موجوده بالتفصيل على الموقع الخاص بالمؤسسه، كل التفاصيل دي مطروحه في السكشن الخاص بالفيز، وايضا ممكن ان شاء الله نتعرض ليها التفاصيل اكتر في حلقات النقاش الاونلاين القادمه ان شاء الله. يفضل فعلا يا دكتور عبد الله ان حضرتك ترسل الابستراكت من ضمن الميتا داتا اليمنت الخاص بيك لكروسريف، ده شيء مفضل جدا ان حضرتك ترسل الابستراكت من ضمن الميتا اليمنت او الميتا داتا اليمنتس لكروسريف، ده بيساهم ايضا في انتشار وفي توسيع قاعده بيانات المجله الخاصه بيك. أظن أنا جاوبت على سؤال حضرتك كده الآن دكتور عبد الله. للأسف الوقت معانا بينتهي، فأنا حابب أشكركم جميعا على لأن المدة كانت نصف ساعة حلقة النقاش. في آخر سؤال من دكتور محمد من جامعة الكوفة، هو بيقول إن هم عندهم مجموعة من المجلات، I think Vanessa, if you can support me in respond to this question from Dr. Muhammad. They have several journals and with several DOI numbers, which is not good. And we want to measure them with one DOI number, prefix number. Is this applicable or not? They can put all their journals under one prefix. That's fine. Each journal article would still have a separate DOI because that's unique for each content, each piece of content, but all the journals can go under one prefix. I see. All content types can go under one prefix. I see. طيب بالنسبة لاستفسارك دكتور محمد، كل انت كناشر او جامعة الكوفة، كوفة يونيفرسيتي كناشر عندها مجموعة من المجلات، ممكن تضم كل المجلات الخاصة بها تحت one prefix، بس في النهاية كل مقالة بتحصل على DOI مختلفة عن الأخرى، لأن عشان كده هو معرف يونيك أو فريد. فممكن حضرتك تتواصل مع المؤسسة وتطلب منهم إن هم يضموا كل المجلات الخاصة بيك تحت prefix واحد، إنما كل مقالة هيكون ليها معرف خاص بيها. بالنسبة للدكتورة مها، أنا متأسف جدا للأسف الوقت الخاص بينا انتهى، الإيميل الخاص بيا هرسله لحضرتك وليكم جميعا على الشات بوكس في حالة أي معلومات أخرى ممكن حضراتكم تتواصلوا معي على الإيميل ده، وأنا أرحب إن شاء الله أي استفسارات أو أي تواصل تحت أمركم، وممكن نتعاون أكتر ونشوف لو في أي مشاكل تقنية ممكن نرسلها إلى التيم هناك ونتواصل إن شاء الله في المستقبل. شكرا جزيلا و thank you very much. If people are having to sort of to merge prefixes or to merge accounts in Crossref, the best thing to do is to contact the person. The best thing is to okay. Yeah. Okay. سو في حالة أي استفسارات أخرى أو في حالة أي استفسارات عن تفاصيل أو أي أسئلة تقنية، ممكن الناس تبعت لي support at crossref.
crossref.org في حالة أي استفسارات أو أي تفاصيل أخرى. وأيضا الأسئلة لو في أي أسئلة ما قدرناش نجاوب عليها في الإيميل الخاص بالsupport@crossref.org تقدروا تتواصلوا من خلاله عليه ويتم الإجابة إن شاء الله على كل الأسئلة أو الاستفسارات الخاصة بكم. Thank you, Rachel, and thank you, Vanessa. I just informed everyone that we already done for this first webinar, and we will continue in the future to have other several webinars. It seems that they have many inquiries and many questions, and they are asking also to go through different services in the next webinars. That's great. Thank you, Mohammed. Please let everyone know that we will send them the recording and the slides as well via email. Okay, so this is maybe the last one. So معلومة أخيرة إن شاء الله كل التفاصيل هيتم أو الويبينار مسجل هيتم إرساله لحضراتكم على البريد الإلكتروني اللي تم التسجيل عليه. تقدروا تطلعوا على كل هذا الويبينار وكل التفاصيل الخاصة به. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. باي باي. السلام عليكم. Thank you very much, Mohammed. Thank you. Bye bye. Thanks everyone.